محمد محمد إن مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا بكم مجددا مباشرة من نواحي مدينة بني ملال، وبالضبط من منطقة ولاد يوسف في لحظة الصلاة على جنازة الشاب الذي قتل بالديار الإيطالي على يد عنصري إيطالي رميا بالرصاص كما تشاهدون الآن. يعني جنازة مهيبة وحضور كبير للعائلة ديالو في مسقط الرأس ديالو بولاد يوسف. يعني الناس حاليا كيصلوا عليه كأداء صلاة الجنازة. تغمد الله برحمته الواسعة، والله يرزق الأهل ديالو والأصدقاء ديالو والجيران ديالو الصبر والسلوان، والله ياخذ الحق في هذا المجرم القاتل الذي أسفك دم إنسان بريء وروح بريئة. عزاؤنا واحد لكل المغاربة، عزاؤنا لكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عزاؤنا لكل واحد في قلبه الرحمة. كيف كتشوفوا لحظة الأداء صلاة الجنازة عليه بمسقط الرأس ديالو بمنطقة ولاد يوسف نواحي مدينة بني ملال. إن لله وإنا إليه راجعون. صدمة كبيرة وحزن وأسى كبيرين يخيم على المدينة وعلى المكان. كيف ما كتشوفوا أصدقاء ديالو والجيران كل شيء مكلوم، كل شيء مصدوم، كل شيء تتأسف على هذه الواقعة وعلى هذه الفاجعة الأليمة التي أفجعت المغاربة داخل ولا خارج أرض الوطن. تعازينا الحارة لكل الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية. الله يرحمه في هذا النهار هذا ويوسع عليه، الله يثبتو عند السؤال، الله يرزق الأهل ديالو الصبر والسلوان. إذا كيف كتشوفوا أعداد كبيرة من الآن تتوافد على مقبرة بولاد يوسف لدفن الشهيد الذي مات مغدورا رميا بالرصاص الحي على يد قاتل بالديار الإيطالية ومسؤول أيضا وعضو بحزب متطرف. دعواتكم إخواني، دعواتكم يسألون الآن الدعاء، والدعاء له بالرحمة والمغفرة. الله يثبت عند السؤال ويرزق الأهل ديالو الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل والذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هم السابقون ونحن اللاحقون. ونتمنى أيضا من القضاء الإيطالي يأخذ الحق ديال هذا الشاب المغربي، أن الدم ديالو والدم ديال المغاربة كاملين ماشي رخيصة، دم المغاربة ماشي رخيص. نتمنى أخوتي دعواتكم بالرحمة والمغفرة. في الحقيقة مشهد أليم ومشهد حزين فاش كنشوفوا شي منظر بحال هكا، وفاش كنشوفوا شي واقعة بحال هكا على بغتة. كيغادرنا واحد من العائلة ديال المغاربة ككل على بغتة وعلى فجأة فقدنا واحد، فقدنا مواطن إنسان. يعني حسب شهادات الأصدقاء ديالو أنه من أطيب خلق الله
انسان كيحب الخير وهادئ، ما فيش المشاكل وما فيش الصداع، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إن لله وإنا إليه راجعون. أعزاؤنا واحد لكل المغاربة، ودعواتكم إخواني أخواتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، دعواتكم لهذا الأخ الله يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور إن شاء الله يا رب. أنا غادي يتم الآن تشييع ديال الجنازة ديالو بمقبرة بولاد يوسف بضواحي مدينة بني ملال. يعني من بعد ما استكملوا الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان ديالو باش يتدفن وسط العائلة ديالو وسط الأصدقاء ديالو، وتبرد الخواطر وتبرد القلوب. كيف كتشوفوا صلاة الجنازة الآن غادي تتم في هذه المقبرة ديال الشاب الذي قتل بالغدر برصاصة غادرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاؤنا واحد لكل المغاربة ولكل المغاربة المقيمين بالديار الإيطالية، على الجمعيات أيضا والفعاليات بالديار الإيطالية أنها تندد بهذا الشيء، ماشي في كل مرة وفي كل خطرة أننا نشوف فاجعة من الفواجع الأليمة. شفنا مقتل شاب يونس على يد إسباني عنصري، وها نحن الآن نودع يونس آخر الذي قتل برصاصة غادرة بالديار الإيطالية على يد عنصري إسباني وعضو بحزب يميني. قتلوه تاع الغنى مظلوم بين حقه، مظلوم ضربوا بونيق في الفرد السيبان. وحنا ما كنتهضروش الناس اللي هما حضاريين باش نوصلوا لهذه النتيجه هذه، وتعرف ان الشعب الفلسطيني كاين حضاريين. وبالنسبه للعنصريه كانت باغيه في هذا القيد هذا، مازال كنطلبوا الايطاليين واخواننا اللي في ايطاليا والايطاليين انفسهم والمغاربه والجميع في ايطاليا باش يخدموا. المجتمع المدني الايطالي شفنا بان وقفت احتجاجيات من الدود يستنكروا بهذه الواقعه اللي هي واقعه تعيد اوروبا بعصور الوسطى. فعلا كان استهتار كبير بالنسبه للاغتيال دم بارد واحد الشخص هذا لا يعقل وغير مقبول، لهذا الكل يستنكر هذا. ومن هذا المنظر هذا مازال كناشفوا الاخوان في ايطاليا ايو ليديكو كوزيني ايطاليانو نوي فوليامو لا جوستيسيا بير كويستو راغاسو انو دي بيو نوسترو فيليو اي نوسترو اي ان فيليو دي تو كيلو كو نوسترو دي تو. يونس اش بغيتي تقولي لنا على يونس؟ يونس دري عادي بحال الاخوان كلهم، لا بحال الدراري اللي كاين في ايطاليا كل المغاربه كاملين. قدر الله ما شاء مرض، واحد المرض اللي هو شويه يعني ماشي، كانوا تيقولوا بان راه تيشم تيدير بزاف ديال الحوايج، ولكن في التشريح تيوضح بان يونس كان مريض، وفي التشريح ما عندوش شي حاجه اللي يدير يستعمل لانه كيستعمل المخدرات ومن هذا القبيل. لهذا كما باقي تنقول تنطالبوا العداله الايطاليه تعاود النظر في هذا الملف هذا، وبغينا هذا الجاني هذا ياخذ العقاب ديالو كما يسري على جميع الايطاليين او المغاربه في ايطاليا.
غادرة غادرت بيونس، يونس الذي ذهب للديار الإيطالية من أجل لقمة عيش كريمة، إلا أن إربع عنصرية وطالوا روحه، لكن المغاربة والإيطاليين يستنكرون كمجتمع مدني هذه الواقعة. تكلم عن القلعة المقاشعية وقلنا نشوف كيف تكون لنا الرأي في الخط في الطرف كل لنا يعني شنو الرأي ديالكم في الجريمة الشنعاء اللي تهزز للرأي العام المغربي كفت في الطرف كما تطرقنا له سابقا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تطرقنا له سابقا بالنسبة لهذه الجريمة الشنعاء في حق يونس اللي هو مواطن عادي وإنسان عادي، كيف قتل كانت يعني مأساة ومهزلة، يعني كان ضحية العنصرية. عنصرية يعني شاهدنا قبل تقريبا شهر مقتل شاب يونس في إسبانيا على يد عنصري. نحن الآن على واقعة أخرى هي مقتل شاب يونس آخر يعني في الديار الإيطالية. شنو كمغاربة مقيمين بالخارج شنو تبغوا تقولوا، شنو الاستنكار ديالكم على هذه الافعال الشنعاء اللي كيقوموا بها الايطاليين في حق المغاربة؟ نحن لا نقول عامة وانما نستثني لحقاش، ما نقولوش بان الايطاليين عنصريين كلهم، هذا واحد النسبة من كما كاين في العالم كله. وهذا الحزب معروف اللي هو ليغا، يعني حزب متطرف معروف جدا على الصعيد يعني العالمي، كيف يعني على ما شاهدتم ربما سمعتم كيف كان التدخل ديال سالفيني عن بالدفاع عن النفس مع واحد الانسان اللي هو يعني ما عنده لا سلاح لا والو، وتيقول بانه كان الدفاع عن النفس. وهذا الشيء راه تستنكروه المغاربه والايطاليين عامه والعالم كله. يعني نعم السلطات الايطاليه شنو الاجراءات اللي اتخذت في حق هذا المتهم او الجاني؟ كانت ضغوطات ربما على ما راينا كانت ضغوطات من جهات والله اعلم باش يدوز واحد التشريح في 5 دقائق التي هي يعني لا يعقل يدوز تشريح في 5 دقائق وما يتعلموش حتى الاهل ديالو. هذه كانت واحد ما كناش كنتظروها من واحد الناس اللي هما حضاريين وكيامنوا بالعداله، وحنا كنامنوا معاهم بالعداله. ومن هذا المنبر مازال كنعاودوا ورحنا كنطالبوا العداله وكانت الايطاليا باش تدخل فوليامو كيم يديكون توتي فوليامو جيستيسيا بكويست راغاتسو العقوبات ديالها على تيرتامينتي بركي اون راغاتسو كي تاع اينو نوتشينتي اون مالاتو ولدي راك اينو تشين اينو تشينتي اي او كويستو ميساجو لي فوليو كي لي تاع فولو كي فا دا لا جوتي ايطاليانا كوزي سانو كي اون اومو مورتو ا سانغوي فريتو اي اون كوزا انجوستا. شفنا ردود افعال كثيره على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد الجريمتين البشعتين ديال يونس باسبانيا ويونس بايطاليا، كيقولوا باننا حنا كجاليه مغربيه مقيمه بالخارج ما بقيناش قادرين اننا نعيشوا، خصنا حتى حنا غدا ولا بعد غدا نتقتلوا حنا ولا تقتلوا وليداتنا ولا الاصحاب ديالنا. شنو كتقولوا؟ وفعلا هادشي كناش دار الجمعيات في الخارج يضامنوا ويديروا اليد في اليد الحد من هذه الانواع العنصريه وهذه الانواع البشعه التي كما تيقولوا كم الناس ولات يعني كتتعامل بها ولا كيتعب بهذه العنصريه هذه. انا كنستثني ما تنقولش كل شيء وانما كاين هذا النوع تاع الاشخاص اللي هما عنصريين وبغينا هذا اللفظ ديال العنصريه بغينا نتجاوزوا. رحنا في القرن 21 الحمد لله ما بغيناش نوصل لهذه الدرجه هذه، وحنا اخوان لا مع الاسبانيين ولا مع الايطاليين وجاليتنا في ايطاليا كلها ولا في اسبانيا، ونحن اخوه جميعا. خصوصا يعني كلمه بحق يونس الله يرحمه الله يرزق الاهل ديالو الصبر والسلوان، كيف كانت الاخلاق ديالو المعاملات ديالو تما؟ هذا بدون استثناء وبشهاده الجميع كان يعني ذو اخلاق طيبه وكان الناس كل شيء كيحبوا، وعلى الشاهد على هذا الشيء هو الناس اللي كتشوف كل شيء كيحب. لا في ايطاليا راكم شفتوا المظاهرات اللي وقعت في ايطاليا، لو كان واحد الانسان اللي هو كما يقولوا مجرم ديليكوينتي كاين هنا يكون نون فالي نولا واحد اللي ما عنده حتى شيء ما غاديش يلقاو الناس كلهم غادي يعني يتضامنوا معاه ويتضامنوا مع العائله ديالو حتى لهذ الدرجه هذه، وهذا مشهود له ولا شهدت الجميع. شكرا جزيلا.
إن لله وإنا إليه راجعون. كما تتابعون مشاهدي قناة شوف تي في، يعني كانت هذه التصريحات من الأصدقاء ديالو ولا الأحباب ديالهم طبيعة الحال يستنكرون هذه الجريمة الشنعاء التي تعرض لها الشاب يونس بالديار الإسبانية، القتل برصاصة غادرة على يد عضو في حزب يميني بإيطاليا، يعني من بعد ما غدروا شهر السلاح ديالو الناري ووجه رصاصة غادرة في الجسد ديالو أردته قتيلا مغمورا في دمائه. يعني هذا الشيء خلف واحد الصدمة، واحد الهلع، واحد الخوف، واحد الحزن، واحد الأسى أيضا في القلوب ديال كل المغاربة. وهذا الخبر هذا هز كيان الرأي العام، يعني على مستوى الوطني وعلى مستوى الدولة أيضا، يعني خصوصا لدى الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية التي استنكرت بشدة هذا الفعل الشنيع الذي أقدم عليه العنصر الإيطالي. يعني نتمنى الرحمة والمغفرة لهذا الشاب هذا، ونتمنى أن السلطات الإيطالية والقضاء والعدالة الإيطالية أيضا تأخذ يعني المجرى ديالها الصحيح وتنزل أقصى العقوبات على هذا المجرم كي لا تتكرر أو لا يتكرر أمثال هذه الأفعال وأمثال هذه الجرائم الشنعاء في حق المغاربة والمقيمين بالديار المهجر. لهنا مشاهدي قناة شوف تيفي، كان معكم أخوكم عثمان دائما من إقليم بني ملال، نلقاكم إن شاء الله في بث آخر، إلى اللقاء.